صالح معنا على الخط من أبها. صالح السلام تفضل. عليكم. تفضل. السلام السلام عليكم عليكم. السلام يا أخي، أنا صليت على كرسي. ارفع صوتك شوية صالح. صليت على كرسي وبجنبي شخص يقول لا تجوز الصلاة على الكرسي، إن في شيخ أفتى بعدم الجواز، لأن الرسول يقول صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، وهذا لا هو قائم ولا هو جالس. أبغى رأي الشيخ. لا لا، هذا غلط. الجواب هذا غلط. هو الجالس على الكرسي أو جالس على الأرض على حسب الأسهل عليه، وكله جائز للعاجز عن القيام، والحمد لله. نعم.